بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في منطقة الوثبة في مسيرة القبائل وفي خيمة بني حماد، وجميع القبائل تهني صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخوانه الحكام الكرام وشعب الإمارات والمقيمين على هذه الأرض الفتية. وعندي أبيات متواضعة في حب الوطن، أقول يا الله يا منشي السحاب، يا خالق آدم من تراب، تنجي عبادك من العذاب في يوم ما ينفع ندم، في يوم عيد الاتحاد الحادي والخمسين عاد، عم الفرح والخير زاد والشعب في راحة ونعم. في ظل قايدنا الهمام نظرت بو خالد للأمام، كلمة كحد الحسام، يا مروحنا في اللزم، يا مروحنا طايعين، يا مر وحنا طايعين، لشيوخنا ندي اليمين، كلنا جنود مخلصين، شموخنا فوق القمم. صلوا على خير الأنام، شفاعنا يوم الزحام، الهادي وصحبه الكرام من طاع ربه قد سلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه أبيات أخرى في حب الوطن، أقول عيد الوطن أقبل علينا، واستبشرت أرض الإمارات بوصول بو خالد إلينا، يحفظه خلاق السماوات. يا ما شربنا وارتوينا من خيركم يا أهل المروات، وفي داركم حنا ربينا، نذكر جمايلكم بالأوقات. أبو ظبي فيها التقينا، أبو ظبي فيها التقينا، تمشي القبايل بالمسيرات، صوب الذي لجله عنينا، شيخا حكم دولة الإمارات وشيخا حكم دولة الإمارات. تحياتي لكم ويا مرحبا بكم، وكل عام وانت بخير يا وطن.